صباح الخير لكم زملائي داخل الاستوديو، صباح الخير لكل متابعي ومحبي قناة زاكروس. قام اتحاد نساء كردستان فرع دهوك بختم مشروع تمكين النساء اقليم كردستان ومساعدتهم على الاعمال التجارية عبر الانترنت. خليكم معنا بهذا التقرير. نحب نشكر السفارة الكندية بالعراق وصندوق الدعم الكندي للمبادرات المحلية على الدعم اللي قدموا لهذا المشروع. لولاهم ما كان هذا المشروع، كان مجرد حلم على ورق. والحمد لله والشكر، ونحب نشكر همين اتحاد النساء في دهوك لمساعدتنا تحقيق أهداف هذا المشروع إن شاء الله. هذا المشروع قدم دورات حديثة للنساء في دهوك، مثل البروجرام والويب سايت ديزاين والجرافيك ديزاين، يعني مهارات وشلون نقول مهارات وسكيل حديث، بحيث يقدرون يشتغلون بأي مكان، مو ضرورة يكون بالأقليم، يعني مو ضرورة يكون بدهوك، يمكن يلقون شغل بسليمانية أو بأربيل لأنه شغلهم راح يكون أونلاين. النساء، عدد النساء المشاركات المتخرجات من هذا المشروع 105. المشروع استمر 6 شهور تقريبا، وهسه هذا الاجتماع او الايفنت اللي ينضم للقطاع الخاص مساعدة اتحاد النساء حتى نحاول نلقى لهم شغل ذول النساء اللي تخرجوا، 105 اللي تخرجوا من الدورات مالها. شاركت في دورة التصميم المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى دورة التصوير الاحترافي التي تم افتتاحها بجهود اتحاد نساء كردستان. هذه الدورات مهمة جدا لغرض توفير فرص العمل، كون الاتجاه الحالي للعمل عبر الانترنت وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت. نتمنى أن تستمر هذه النشاطات لكي نطور من أنفسنا وإيجاد فرص أكثر للعمل. شاركنا في دورة تصميم المواقع الإلكترونية وتعلمنا العديد من لغات البرمجة والتعامل معها. وجدنا استفادة كبيرة من هذه الدورات، كون العالم يتوجه حول التسويق الإلكتروني، واليوم قمنا بتقديم السيرة الذاتية لكل مشارك لغرض الحصول على فرص عمل. مشاهدينا، وصلنا لكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم ببرنامج نسمات زاكروس. كنت معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك، والعودة لكم للاستديو.